نايف جابري علق عليها، بعمر 33 سنة كريستيانو رونالدو أسرع اللاعبين في مونديال روسيا، هو كان انطلاقه. شنو يعطيك أبو جابر؟ شوف أنا بالنسبة لي إيه؟ إذا يعني عندي مجموعة لاعبين وأبي أقول لهم والله أبي أعطيهم مثال في كرة القدم على الإصرار وعلى المثابرة وعلى شلون تشتغل على نفسك وتتعب على نفسك، أعطيهم كريستيانو رونالدو. رونالدو يمكن بدايته ما عنده المهارة، أقصد يعني خاف بس أقول شيء أفهم غلط. لا لا عادي قول. لا 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 لا. كريستيانو رونالدو. مثالي فيك تقول. كريستيانو رونالدو من اللاعبين اللي يشتغل على نفسه صح. يتمرن صح، يأكل صح، حياته العامة صح، تغذيته صح، حياته العامة حياة رياضية. فهو مثال يعني أنا بالنسبة لي من عشاق ميسي، ولكن إذا أبي أنصح لاعب وأقول له منو يكون قدوتك في الملاعب، أنا أختار كريستيانو رونالدو. بس في شخصين هم السبب لوصول كريستيانو لهذا الشكل، اللي هم زيدان ومساعد مدرب اللياقة بينتوس. زيدان شلون اقنعه انه يقلل من دقائق اللعب اللي مع ريال مدريد، وكيف وشلون بنتوس حاول انه او شلون بنتوس قدر انه يوجهه انه يغير من شكل جسمه، يغير يكون اخف، يغير من نسبه الدهون اللي جسمه، يغير من نسبه عضلاته. في معلومه، كريستيانو رونالدو عنده جهاز قيمته اكثر من مليون يورو خاص في انه شلون يسوي تقاسيم جسمه. هذا الجهاز يستخدم اعتقد في يعني يستخدمونه بعض اللاعبين في سن معين. اعتقد كلام افرا إيه؟ افرا يلخص لك شنو كريستيانو. كلام افرا لما يقول انا لما رحت للبيت مدوا على عشاء خلاني اتمرن، خلاني العب قدم، وخلاني العب سله، وخلاني اتسبح وانا رايح عشاء. فكلام افرا هو يوضح لك شنو كريستيانو رونالدو.